بهذه الكلمات الصادقة والنابعة من القلوب الصغيرة يعبر براعم المستقبل عن حبهم الكبير لوالدهم والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لتسمية سموه كقائد للعمل الإنساني. يشرفنا المشاركة في تدريب طالبات مدرسة عين جالوت باحتفالية بقائد الإنسانية. حفظ الله الأمير وحفظ الله الكويت من كل مكروه. اليوم راح نحتفل بابا صباح نحبه وايد وايد. بابا صباح قائد الإنسانية نحبك وايد. يذكر أن وزارة التربية أعدت مجموعة من الفعاليات والاحتفاليات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع في العديد من المدارس بهدف إبراز الدور الإنساني الذي تلعبه دولة الكويت وغرس القيم الإيجابية والقيم الإنسانية في نفوس الطلبة. بكل فخر واعتزاز يسعدنا اليوم مشاركتنا في احتفالات قائد الإنسانية لوالدنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، والذي يهدف إلى قرص روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغراء، والاعتزاز بكون الأمير هو قائد الإنسانية كلنا فخر واعتزاز. دولة الكويت باتت قبلة للعمل الإنساني بلا منازع، ومسيرتها الخير المعطاءة بات يفاخر بها القاصي والداني. ديما دحدا، التلفزيون دولة الكويت.